الورد. مساء الخير عليك كل مشاهدينا اللي قاعد يشوفونا الحين خلال برنامج المرسى. انا جدا سعيده اني اكون معاكم خلال ساعتين كاملين. ترى احنا ببرنامج المرسى ومثل ما عودناكم كل اسبوع، وادري انكم مستغربين ليش انا اللي قاعده اقدم الحلقه وين وسيله، بس اذا تبون تعرفون شنو المفاجاه اللي عندنا اليوم وشنو اللي بيصير بالحلقه تابعوا معنا التقرير. خير مشاهدينا، يسعد مساكم جميعا في هذه السهرة الأسبوعية. موعدنا يبدأ أسبوعيا في مثل هذه الساعة أكيد ببرنامجكم المرسى اللي معودين دايما نجيب فيه نجوم وضيوف غاليين علينا. نجمتنا اليوم مثل ما شفتوا كانت هي بالمقدمة، أكيد عرفتوها، أخذت دور المذيعة بهاي السهرة لأن إلها مشاركات بأنها تكون مذيعة في إذاعة دولة الكويت. باسمكم رح رحب بزميلتي وضيفتي اليوم منورتنا الفنانة سماح. حياك الله ويا مثال ومرحبا فيك. حياك الله حبيبتي، الله يحييك وتسلمين. وأنا جدا سعيدة طبعا أني أكون بينكم بين كل ستاف العمل اللي مميزين صراحة، وبرنامجكم مميز أصدقائي وربعي، وأنا سعيدة طبعاً أني أكون معكم علشان كذا خذت راحتي وأنا اللي قدمت الحلقة. يا مثال فيك، نورتينا اليوم سماح. نحكي بكل شيء مريتي فيه من بداياتك للحين، نرجع شوية الذاكرة وبتذكرينا ببعض الأعمال، والأهم أنه نحكي بسبب ابتعادك على الأقل عن الدراما التلفزيونية وعن المسرح. أنا لا أعتبر نفسي أني أنا ابتعدت، لأن يعني حتى من خلال الإذاعة أنا عندي طبعاً مشاركات إذاعية وايد، سواء عن طريق البرامج، تقديم برامج، أو حتى بالدراما يعني كمسلسلات درامية إذاعية. ما أعتبر نفسي ابتعدت لأني أنا بنت هالمجال، سواء أنا خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية من طفولتي وأنا بالتمثيل، ما أقدر أنسلخ عنه، لكن لظروف معينة في حياتي حاولت اني انا اتجه لشيء يناسبني لاكثر من ظرف واجهني، فحسيت ان الاذاعه هي الانسب. من هذا الشيء بنبدا، من الظروف، هل هو الحجاب سماح؟ الاكبر يعني هو اكبر ظرف. انا حسيت ان في الفتره اللي انا ابتعدت فيها او قررت اني ابتعد فيها كانت اغلب ادواري هي الشيطانه الشريره النزقه النجريه، بنوته صغيره يعني دائما لها
لها بصمتها بالبيت، أي بيت كانت، سواء كانت زوجة أو كانت بنت. مع الحجاب راح تتحدد أدواري. هذا طبعاً أنا تحجبت عن قناعة، وما كان في يعني لا سمح الله ناس وايد تقول يعني شنو سبب الحجاب. أنا ما تعرضت لأي سبب لا سمح الله سيء أني أنا تحجبت. أنا تابعت برنامج ديني في أحد رمضانات كان يقدمه الإعلامي عمر خالد. بالضبط، خبرينا عن تأثير عمر خالد. أنا يعني في رمضان من الرمضانات اللي مرت علينا في 2002 تحديداً، كان في نهاية 2002، كان رمضان يصير شهر 11، كان في برنامج إعراض حق عمر خالد، وأنا كنت بالفترة هذه متعودة كل رمضان يكون عندي بروفات مسرحية أو قاعد نشطب أعمال رمضان اللي هي تصوير يعني، فيكون اليوم كله فل. في هذا رمضان بالذات ما كان عندي شغل، كنت مقررة أني أخذ أوف لأسباب بعدين، يعني أنه بعد رمضان عندي أشغال وايد ما أقدر أكون مرتبطة بمسرح أو عمل تلفزيوني. فبما أني فاضية كنت أتابع التلفزيون، لأن تأكدي أن كل الممثلين أو أغلبهم أو المخرجين أو من يعمل في التلفزيون ترى نادرا ما يتابع التلفزيون بحكم شغلنا يعني. كنا بالفترة هذه كنت أتابع التلفزيون وأتابع برنامج عمر خالد، ما خذيت بيده غلوة يعني. يعني كان اليوم 11 هو كان يقدم البرنامج، وآخر الحلقة يدعي دعاء، وكان أغلب دعاء اللي هي حجاب البنات وهداية الشباب. أنا تأثرت بالموضوع، وفعلا يوم 11 من رمضان تحجبت أو قررت أني أنا أتحجب يعني، لأن بعد الحلقة يعني صليت ركعتين نية الحجاب خلاص يعني. طبعا بالمبارك اكيد، بس هل كنت فكره انه الحجاب راح ياثر عليكي او يكون يحد من تواجدك بالدراما التلفزيونيه او على المسرح قبل ما تاخذي القرار؟ بالثانيه نفسها اكيد ما فكرت بولا شيء، لانه هو تاثير الوضع والحدث، وان انت خلاص قررتي وانا لازم، واكيد كان في يعني من يمكن من دعائي يعني شويه بتشيت كذي، بس خلاص وقررت ونويت وصليت وانتهى الموضوع. يعني هو قبل سوري سمح 10 ايام اليوم 11 انت قررتي، ايوه 10 ايام فكرتي بالموضوع؟ لا لا ابدا ما كان في اي تفكير على فكره اني انا اتحجب. يعني اكيد الحجاب فرض والله يهدي الجميع، بس انا ما كان عندي هذه النقطه يعني اني انا مو مخططه لها، صار لي مده والحين باليوم هذا خلاص يعني، وتجهيزات ما في بس وتحجب. ما فكرت بأي شيء بخصوص التمثيل أو شنو راح يكون وضعي، لأني أنا بعد يعني غير تمثيل عملي يعني مصدر رزقي، أنا شايلة بيت يعني بنفس الوقت، فهو يعني كل حياتي يعني ما فكرت بولا شيء. بعد وبالفترة هذه أنا كنت أريد متوقفة عن التمثيل، لكن ثاني يوم صار في نهاية ثاني يوم حتى أهلي طبعاً تفاجأوا، لأنه ما كان حتى في حديث عن الموضوع. بس اللي صدف إنه صدف بالعشر الأواخر من رمضان كان في تكريم لفنانين المميزين كانوا. لا قبل ما أوصل بهذه أبي أنت ردة فعلك ثاني يوم ثالث يوم أهلك. لا لا أنا يعني قلتي رح يأثر علي رح يلغي على قولتك مصدر رزقي. ما فكرت بالعمل يعني، ما فكرت بالأعمال مسلسلات، عادي ممكن أني أنا أكمل، أو هذا التفكير اللي كان ببالي أني أنا عادي أكمل ما عندي مشكلة. ما رح يأثر على أدوارك أبدا؟ لا ما حسيت هذا الإحساس بالبداية نهائيا. أهلي نفس الشيء يعني، حتى تدرين أحياناً برمضان في يعني بعض الناس تطلع في خلال رمضان علشان مثلاً يسهل الصلاة، علشان الصيام whatever، يلبسون مثلاً العبات والشيلة. فثاني يوم حتى لما رحنا، مو ثاني يوم كان ثالث يوم، رحنا تفطرنا ببيت خالي عادي لابسة عباتي وقطة شيلة على رأسي وكذي. فبعد الصلاة وبعد ما كلينا وبعد ما خلص العشاء وخلصت التراويح وأنا للحين قاعدة مصممة بالشيلة يعني، فإنه شنو يلا وهذا، قلت لهم لا والله أنا تحجبت خلاص. لا يلا قومي شيلي الشيلة، والله تحجبت بس تمثيلية على بالهم جاي تسوين دور، لأنه ما كان في كلام بالموضوع يعني، ما كان في تمهيد يعني ابدا، ما كان عندهم اي فكره عن الموضوع. حتى زملائك ما تفاجئوا؟ ردت فعل زملائك شو كانت؟ الوحيده اللي علقت بالجرايد بهذيك الايام الفنانه انتصار الشراح، طبعا هي كانت متحجبه قبلي بايام بعد، صرحت بالجرايد قالت انا كنت متوقعه حجاب سماح. انا يعني الحمد لله باللوكيشنات يعني احنا يصير عندنا فتره بريك بين النهار والليل علشان تتغير اضاءاتنا وتصويرنا،
بتتغير حتى اللوك مال الاضاءه مال التصوير، مشاهد ليل تختلف عن مشاهد نهار، فيكون هو بريك غدا، هو نجدد مكياجنا، هو نبتدي يعني نرتاح شوي ونرد نكمل. فكنت بهالفتره مثلا اقوم اصلي، اذا اللي قاعد ياكلون يلا يلا قوموا والصلاه صلاه تي يعني. ف انتصار علقت على هالموضوع وقالت ان انا من الناس اللي كنت متوقعه انهم يتحجبون وابشر من كذي سماح، مع انها هم مو متكلمه بالموضوع. سماح، انت باتخاذ القرارات صارمه سريعه واحيانا وايد بغض النظر عن الحجاب، لاني ابدا مو ندمانه، وايد قرارات اتخذها في حياتي اندم وايد وما اعرف شو اسوي. تترددين وايد بهالسؤال باي قرار تاخذينه؟ مو كل القرارات، بس في وايد قرارات عندي يعني بمجرد نقاش دار بيني وبينك الحين حسيت ان نقحت علي كرامتي شوي، عادي اتخذ قرار انه خلاص انتهى الموضوع، ما راح اشتغل معك عادي خلاص. بس طبعا ما كان هذا ينعكس على عملي او على التمثيل، جدا دبلوماسيه وجدا حبوبه، بس بالاشياء اللي تخصني انا الشخصيه تماما مختلفه. حتى صديقاتي يقولوا لي يعني انت ممثله المفروض تكونين اهدى من كذي، يعني وظفي التمثيل في شخصيتك في حياتك. مسايره يعني؟ لا، يبونك تصيرين مسايره. اي لا، انا ابدا لا، يبين علي اذا زعلت، ويبين علي اذا الحين انا يعني الحمد لله أنا ما أكره أحد الحمد لله، بس أكيد في ناس ما أحبهم يبين علي. أي إذا انزعجت من موقف معين أنا اللي بقلبي على لساني، يعني إذا صار أي موقف حوالي حاليا ما عجبني سويتي شيء وندمتي عليه صح؟ أي سويت. أي. مثل شنو؟ أشياء شخصية أكثر. أنا قلت لك أغلب القرارات اللي ندمت عليها تخصني أنا شخصيا، يعني شخصي ندمت عليها، بس يعني الحمد لله يمكن تندمت عليها، ما ضرتني وايد، بس لين اليوم اقول يا ريتني ما سويتها. سماح، 10 12 سنه الحين انت بالحجاب، و10 12 سنه فينا نقول انت تاركه الكاميرا. نعم. ما تحسين بحنين واشتياق؟ بلى. شوفي التمثيل يسوي توازن نفسي للممثل. شلون؟ يعني انا سماح اليوم قررت اني انا ادش اللوكيشن منال، شخصيه منال. فتخيلي انك انت تعطين بريك حق سماح اليوم الحين هذيل ال 12 ساعه، تشيلينها تحطينها شوي، تقولي لها ارتاحي، ريحي مخك وريحي جسمك وريحي الستريس اللي انت فيه، لا تبكين ولا تضحكين، قعدي شوي حتى تبعدين، اذا عندك مشكله تبعدين عنها تماما، فلما تردين تفكرين فيها تفكرين بذهن صافي. وتدشين منال شخصيه ثانيه تماما، بلبسها بلوكها بأحاسيسها وانفعالاتها. التمثيل يسوي توازن نفسي، التمثيل شيء جميل على فكرة. أنا يعني أزعل إذا لقيت ممثل، يعني في أحياناً بعض الممثلين يمكن في جلسات خاصة بينه وبين الممثلين، في اجتماع جلسة غداء أو شيء، يقولون إنه يا عمي فلوس وخلاص. لا، انت موهبه سماح ولا قلتي خلنا دش ولا شلون حسيتي حالك؟ لا انا من وانا صغيره نزغه واحب التمثيل وعادي، وانتم يعني ناس قاعدين عندنا ان لا قومي قعدتي على الياهل، ليش قاعده قومي وشي واشيل الياهل وارده قاعده، وحس تعيشين الحدث معي يعني. والابلاك طبعا كل الاطفال صاروا ابلات، كل الاطفال صاروا دكاتره، كل الاطفال صاروا طباخين، طبعا انا مريت بكل هالمراحل. انت لليوم علاقتك بالطفل مميزه؟ أقرب شخص لي طفل. تحسي حالك طفلة؟ إي يعني حتى والدتي كل شيء؟ أحياناً كل شيء، يعني حتى أقول لك والدتي أحياناً بالأماكن العامة تقول لي يعني تدرين بحكم أن أنت يعني أنت بعد إعلامية وسيلة تحسين أن أنت حركاتك محسوبة، وجهك معروف. أنا لا عادي ما عندي مشكلة أقوم، أنا طبيعتي حتى لما أتكلم أمثل أأشر، فيعني ان لا قاعده الناس قاعده تطالعنا، صدق ناس قاعده تطالعنا، اوكي يعني ارد اقعد، يعني تلقائيه احس ان فيني من روح الطفل، طفل كذي. بس الطفل ببراءه وبتلقائيه وب ما في شيء في براءه الحين سماح لما تقولين شيء ببراءه الاطفال، الناس اللي تكلمينهم يشوفون هذا الشيء فعلا ببراءه؟ والله اللي يعرفوني ايه، واللي ما يعرفونك لا طبعا اكيد راح يمثلونها، راح يقولون ألف كلمه، ممكن يقولون انها مثلا عندك اعداء؟ ما في احد، الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده اعداء وهو يعني كامل، احنا كلنا ودنا نكون نفسه يعني. اكيد ما في احد ما عنده اعداء، وللاسف اني انا احيانا اتفاجأ باعداء، يعني انا احبهم
مو يعني احنا كلنا نقول حب يعني عامل الناس كما تحب ان تعامل، فانا اكيد ما حبيت هالشخص الا انا حسيت بحب، باحساس الحب، يعني خوف علي مثلا، مداراتي، يحاطيني بشغله، اكيد ما كانت ردة فعلي الحب الا لما كان في احساس بالحب. اتفاجأ ان يوم من الايام يضرني او عدو، او ممكن انه يعني يتصرف اي، يمكن الدنيا الحين، انا اسفه وسيله قاطعتك، لا ولا يهمك، بس احيانا يعني الحين صارت المصلحه، يعني اني انا مثلا اكيد انا اغلى من الشخص اللي انا احبه، يعني انا اغلى لروحي، لكن مو انا ما عندي مشكله ان تكون تخاف على مصلحتك وتداري روحك، بس لا تضرني. هذا اللي بسأل عنه. أنت لما تتصرفين ببراءة الأطفال مثل ما قلنا، مثل ما قلتي بالبداية، ولما تشوفي ردة فعل العالم بهالسوء، ما تغيرتي؟ ما حاولتي إنه أنا لا خلاص بغير، باخذ قرار وبصير جدية الحين في أكثر. أجواء الطاقة تدرين الحين هبة الطاقة، اللي إحنا اجذب الطاقة الإيجابية وشوف أنت شنو الشيء اللي تبيك كتبه. فأنا دائما فعلا ماشية، صار لي يعني من لقائنا اليوم صار لي 3-4 أيام فعلا احط ورقه وقلم واكتب انا انسان، يعني هم يقولون انا الان، يعني ان في علم الطاقه ان لازم تقولين انا الان في هذه الحاله، انا الان ادبر اموري، انا الان سعيده، انا افعل كذا، فعلا قاعده اكتب يعني قاعده احاول اني انا اطلع من جو ما راح اقول سذاجه، لكن انا فعلا اعامل الناس مثل ما احب انها تعاملني. ما رح تتغيري. احنا ودانا الحديث هني، بس كان سؤالي، انت ما اشتقتي للكاميرا؟ بلى، مش للتمثيل. انت قلتي بروح التمثيل علشان اطلع من حاله معينه، ارتاح بالحياه من سماح الحقيقيه. الكاميرا ككاميرا، وجودك قدام الكاميرا، وجودك قدام بالدراما، حتى المسرح. شوفي المسرح هذا حاله، يعني ما في شخص صعد على المسرح وحس بنجاحه ترى مو صعب انك تهدينا. التلفزيون نفس الشيء، الكاميرا بالذات، بس انا ما راح اخبي عليك، يعني الحين لما بديت قدمت الحلقه كنت مرتبكه وحرانه، واحس اني انا مو الحين احبها، بس تعرفين لما تحبين شخص بس هو مو الحين الصديق المقرب، يمكن بحكم المسافة، يعني حتى الأهل الحين من سنة لسنة أحيانا في ناس تشوف أهلها، حرارة اللقاء مو مثل الناس اللي عايشين مع بعض، معلوماتك عن حياتهم مو نفس الناس اللي عايشين معاهم في نفس البلد مثلا. هي نفس الشيء الكاميرا، الخشبة، كنت لما خشبة المسرح، أنا قبل أطلع على خشبة المسرح كنت أبوسها، يعني أنا بطلع بسم الله الرحمن الرحيم وأدعي، وأكيد خايفة وكل يوم، وأسمع خصوصاً بداية المسرحية هيصة الجمهور لما تنطفي الليتات، بس أنا أبوسها أسك، أنا أحبك، أحبها تحبني، والله مو تمثيل، يعني يمكن ناس بالله هذه مينونة رسمي، بس صدق حبيها تحبك، أنا أحبها لأن عطتني حب الناس، فعلاً أحبها. لا اكيد مشتاقه للمسرح، مشتاقه للتلفزيون، بس ما ابي اطلع بصوره اقل من اللي الناس حبتني فيها، وما ابي اضطر اني اخذ ادوار هي مربوطه بالشكل. كل حلقه من حلقاتنا نسمع نفس التعليق وندش بنفس السالفه، ما ابي اطلع، يعني انا قاعد يعني في مشكله معينه. قبل ما ادش بهذه المشكله ونتكلم فيها حسب رايك بالوسط طبعا، انت الحين المنفس الوحيد اللي اشوفك فيه الاذاعه، صح؟ الاذاعه، من خلال طبعا مسلسلات الدراميه بالاذاعه، اشوفك بالدراما، ببرامج الاطفال. عندك برنامج؟ انا عندي برنامج يومي الصبح، الحمد لله رديت التقيت فيه مع الاطفال، وقاعده الاقي يعني صدى جدا جميل وجدا حلو من كل الناس اللي تسمعني الصبح، لان اغلب الاولياء الامور سواء الام او الاب يوصلون عيالهم الصبح المدرسه، فالكبار والصغار. برنامج كان بستاف وتغير بستاف جديد، الستافين والنعم فيهم، كل الناس اللي قاعدة تشتغل على برنامج الطفل، دائما العمل مع الطفل مو سهل، ان انت تلقى له افكار وشلون تقدم هذه الافكار علشان تشد الطفل يسمعك. صحيح. فالحمد لله انا برنامجي اف ام الاطفال الصبح على محطة كويت اف ام 103.7، برنامج صار له 3.5 سنين متواصل،
الحين شغال طبعا متواصل، اقصد اللي هي فتره السنه الدراسيه يعني من الحين بهي الدوره متواجده بنفس موجوده بنفس الدوره، بس من الدوره الجديده يعني من 1/4 هذه اول مره من 3 سنين تغير الستاف العمل. طبعا انا من خلال برنامجكم احيي مخرج العمل في الدوره السابقه والمعد نايف الكندري المخرج ونايف النعمه المعد، اكيد بنحييهم زملاء وعزيزين يعني يسعد مساهم. أيوة والله. وكل بالمناسبه يعني زملائنا بالاذاعه سماح نوجه لهم تحيه يعني كاداريين او حتى بالوزاره كلها او مدراء، كلكم نقول لكم يسعد مساكم ومشكورين دائما على نجاحات اللي بيشاركونا فيها. اكيد. وطبعا انا والحين طبعا ارحب بالستاف الجديد اللي ماسك البرنامج معنا، معده اميره نجم والمخرج محمد تشراغ ومساعد المخرج او المخرج المنفذ مشاري خليفه. للامانه لان الدوره نزلت فجاه وتغيرت الناس فجاه بالوزاره صحيح. لاسباب، لكن كلنا وقفنا مثل ما يقولون على قدم ساق والحمد صحيح. لله تلقينا يعني تهاني مع ان البرنامج صار له 3 سنين، بس بالجروب الجديد بالفقرات الجديده بالاعداد الجديد تلقينا يعني تهاني الحمد لله من اول يوم من الاداره. نفس الاسم برنامج اف ام الاطفال. اي نعم اكيد. طبعا نوجه لهم تحيه الفريق الجديد كلهم يعني والنعم فيهم. سماح رح نكمل وراح نرجع نحكي بهذا الموضوع وبابتعادك بشكل عام. مشاهدينا طبعا تحية الأكبر، لا تواصلكم معنا، نجاحنا يبدأ من خلالكم في برنامج المرسى. فاصل وراجعين. جدد تحية طبعا، شكرا لتواصلكم مشاهدينا في برنامج المرسى. ضيفتنا مثل ما انتم عارفين سماح، كنا نتكلم عن موضوع الكاميرا واشتياقك للكاميرا وانه ما تبين تردين بشيء اقل من اللي انت فيه، اقل من اللي انا كنت فيه. كنت فيه لأن يعني الحين ما في شيء بنفس القيمة اللي اشتغلتي فيها. الله يعطي العافية للكل. أنا ما تكلمت عن القيمة أو عن الأعمال اللي قاعدة تقدم، لكن الحجاب يحكر الإنسان بشخصية معينة، وأنا كنت يعني معروف عني يعني أنا أحب الأدوار المركبة، مثلا دوري في قلوب مهشمة كان عبارة عن شخصيتين بنفس الشكل، مثلا بيت اسكنه سمرة كانت الشخصية الشيطانة، خطوات على الجليد مثلا كانت البنية اللي محطمة ومنكسرة، وبنفس الوقت هي فعلا كانت ممثلة بالعمل، يعني هي ممثلة في شلون كانت محطمة في بيتها وبرا تطلع اللي هي الفنانة اللي لازم مبتسمة وتضحك مع الكل، وتعرضت لوايد مواقف من وايد ناس، وهذا شيء موجود يعني حاليا. والحجاب يأثر طبعا اكيد، لانه يعني راح يحكر بادوار معينة على الاقل يعني ما والنعم. في حجاب مع ناس مثلا تعبانة عندها مشاكل عندها، لا هو أكيد في تعبانة وعندها مشاكل، بس راح تكون هي يعني إحنا عندنا الكويت يعني بالكويت أو الدراما في الوطن العربي مش مثلا في إيران، إن حتى كل الشخصيات محجبة، كل الناس بالشارع بعد مثلا ماشي محجبين، فهي الشريرة هي الطيبة هي الشيطانة. لا. هني تختلف؟ هني تختلف لأن ما في، مو كل العالم محجبات بالشارع، بس في ناس محجبات وعندهم نفس المشاكل مالت اللي أكيد. غير محجبين، كان مشاكل كان شيطنة يعني أكيد، بس هذا مجتمع صح يعني، بس ما راح يحطون البنت المحجبة الوحيدة بالعمل مثلا هي الشريرة. بس يعني انت تقصدي انه ما في بالعمل غير مثلا انا المحجبه الوحيده ممكن اكون، او انا والممثله حبيبتي واختي عبير الجندي مثلا بعد محجبه، ما يصير احنا مثلا ثنتين موجودين، واحده تطلع مثلا اوكي، واحده راح تطلع الزوجه المغلوبه على امرها، ومثلا الثانيه تطلع شريره، لا، لأن ممكن يعني ليش المحجبة تطلع في هذه الشخصية، فراح تنحكر كل الأدوار الطيبة. هي شيء موجود بالمجتمع يعني عادي تطلع سماح. صح هي، بس أكيد مو إعلاميا، خصوصا إذا كانت قلة، يعني إذا كان مو الكل، مو كلنا نرتدي الحجاب في العمل.
بس ما يعني ما راح تخدم. شوفين الدراما الحين تحاكي المجتمع الحقيقي الخليجي والكويتي بشكل خاص. إيه لا في قصص الحين إحنا حتى يعني خليني أقول لك شيء الحين في وايد ناس يقول لك أنا في ناس فعلا من مجتمعنا الخليجي يعني متمسك بكل العادات والتقاليد يقول أنا مثلا ما أخلي عيالي أو ما أقدر أخلي عيالي يشوفون كل الأعمال اللي قاعدة تطلع الخليجية أو الكويتية اللي قاعدة تطلع على شاشة التلفزيون. لأسباب لأنه صار في مثلا جرأة بالطرح. بس يا جماعة حتى العالم صار جريء، حتى الشارع اللي نمشي فيه يعني؟ صار جريء. يعني صارت القضايا اللي تنطرح وقاعدة تطلع على الشاشة ما يصير الأهالي يشوفونها. مثل شنو؟ ما أقدر أضرب أمثال لأني أنا ما أبي أذكر أعمال. لا قصة معينة. أنا ما أبي أسماء، أبي قصة ما يصير الأولاد يشوفونها. يعني مثلا الخيانة الخيانة وطرحها بكل جرأة حتى بالكلام، شلون صارت الخيانة مثلا، خيانة الزوج مثلا الحين قاعدة تنطرح. تعاطي المخدرات من قبل كنا نرمز له، الحين لا، تشوفين كل اللي ما يعرف صار يعرف. اي صح احنا يعني لازم نراعي هذا الشيء، لكن احنا حتى الحياة اللي عايشينها صارت جريئة. هذه ممكن تكون بمكان معين توعوية، رسالة توعوية للمجتمع. سماح التوعوية تظهر بشكل غير يعني أو تقدم بطريقة مختلفة يمكن، بس لما يعالجون القضية من A to Z وعلاجاتها ومظاهرها يعني تكون توعوية. ما في علاجات بالمسلسلات، ما في علاجات بالمسلسلات، ما في. هي قاعد نطرح قصة وأغلب القصص بالنهاية نترك الحل للمشاهد. على إحنا طب أنا يعني أنا مع هالشيء، مش آسفة جست المايك، إحنا مع أنا مع هالشيء بس مش بكل القصص، لأن إحنا لازم نخلي خيال للمشاهد. بس في قصص إحنا لازم نحط حل علشان اللي قاعد يشوف اللي تينيجر أو إذا في أطفال قاعدة تطالع نقول لهم هذا غلط. في أعمال لا للأمانة قاعدة تقول هذا غلط بطريقة معينة ممكن تظهر، بس للي يتابع في أعمال لا. سماح أكو دور شفتي تمنيتي نفسك فيه؟ أمان يمكن مو دور، أنا على فكرة أنا متابعة سيئة للتلفزيون، بس أنا في أحيانا أكيد أطلع يعني أقعد وأتابع أعمال تلفزيونية، في مشاهد تستفزني أقعد أطالعها، ممكن أتصل بممثلة ممكن أهنيها أو مثلا أقول لها ليش حرام عليك، ليش رضيتي يطلع المشهد كذي مثلا، او لا اهنيها على دور. انا دقيت مره على شيماء علي وهنيتها على دور لها او مشهد، طبعا مش دور في عمل كامل لان ما تابعت، بس على مشهد معين قلت لها بتشيتيني يعني كنتي رائعه. في عمل ثاني كلمت المخرج محمد دحام وقلت له يعني انا شايفه كذي وكذي وكذي يعني اشياء مثلا سلبيه وهو أيدني فيها، قال لي بحكم الوقت يعني بحكم أني أنا لازم أخلص في وقت معين انحكرت بالوقت فطلعت كذي. أصدقائي اللي أمون عليهم أدق عليهم أقول لهم زين وشين، لأن أنفعل معاهم أعيش اللحظة وأعيش الحدث وأحاكي روحي وأحيانا يعني أتخيل نفسي أني أنا لو كنت موجودة ممكن كنت أسوي كذي، لا كنت راح أسوي كذي، لا أكيد كنت راح أسوي كذي. من انتقدتي وتقبل أو زعل العكس؟ شوفي صعب وايد الحين يعني أنا يعني صعب مش في العمل، صعب تنتقدين بنت صديقتك، البنت تنتقد بنت تحسين أنه صار النقد مش مقبول، فشلون إذا أنا مثلاً بدق أنتقد فنانة وأنا بعيدة؟ زين سماح أنت تكلمين عن أنك انتقدتي أحد يتقبلوا هذا الشيء؟ يعني دقيتي وقلتي شلون رضيتي تنهي الدور بهالطريقة؟ إيه أكيد يعني هي عارفة يعني شوفي الممثل أكثر شخص بالدنيا صادق مع نفسه هو نفسه، لأن مهما جاملوا الناس وصفقوا وفي ناس فعلا يعجبها الدور حتى اللي موجودين باللوكيشن سواء كانوا اللي يشتغلوا معنا الكاست المخرج، هي عارفة أنه لا كان المفروض الإحساس يكون غير. بس صعب أنك أنت توضحين النقد، يعني لا تكونين لاذعة أو لا تيين عليها بزيادة. شنو صار بالضبط؟ قولي لي شنو سويتي؟ لا أنا دقيت على يعني أخته عزيزة طبعا من الفنانات، ما راح أقول منه
ما ادري اكيد ما راح تقول ليش لان توني ذكرت يعني ان يعني صعب انت ممكن تذكرين الايجابيات بس السلبيات ما تذكرين منه، فلما قلت اخت شيماء صعب وشيماء نجمه وتين تذكرين اسم نجمه ثانيه بالسلبيه صعبه، لو مو ذاكره اسم احد ممكن. هي نقد مو تقليلا يعني، بس مو على الهوى، هذا بيني وبينها يعني. حتى دائما اذا تبين تنصحين احد انا يعني نصحي بنت وبينها، لا تنصحين قدام الناس، احنا كم الف مليون مشاهد قاعد يشوفنا، بس الحين المشاهدين هم نفسهم نقاد يعني، ما عادوا ما يعرفون، صار يعرفون كل شيء، من اللي تمثل، من اللي ضابط عليها الدور، من اللي ما لها علاقه بالدور يعني. أو بس الكل لهم معجبين اكيد دون شك، الكل اللي تمثل واللي ما تمثل اثنينهم لهم معجبين. الحياه الدنيا كلها كذي، ما يخالف يعني، مو هي بالفن بس. تدرين انا متى اكتشفت انه هو مو شرط يعني، في ناس تسعى الى الشهره وقاعده تحصلها ومحبين وفانز وكذي من الانستغرام. صحيح يعني يعني عفوا يعني طبعا كلنا خلق الله، بس يعني مو كلنا يا جمالك تهبلين تيننين، مستحيل، في ناس مستحيل يعني الله خلقها والبنت يمكن جميلة نفس وكذي، بس مو الجمال اللي ممكن تقرينه، مو كلهم انتي نجمة الخليج الأولى، لا لا لا، ودي ارد عليه اقول له لا انت غلط، انت فاهم الفن غلط. مو اللبس اللي انت لابسته احيانا واو لبسك ينن من وين، لا انت فاهمه اللبس غلط حبيبتي، مكياجك يهبل هم، لا يعني يمكن هذول ناسهم هم اين، لا اهلهم مستحيل، اهلهم وناسهم عندها مثلا فوق ال 100 الف فولوور، لا اللي عندهم يقولون كذي يكتبون كذي، لا 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 تلقين. وعلى فكره في يعني في فولورز صاروا مشاهير، فولورز انا دشيت بموضوع ثاني تماما، بس هو فعلا هذا موضوع يعني في فولورز تلقينهم عند كل النجوم، وتلقين يصممون تصاميم معينه لكل النجوم ويدزونها باي منشنز يعني حق هذا وهذا وهذه وهذا. صحيح صحيح. فمن المنشن لما مثلا سماح عندها 10000 فولور وات ايفر كان، حطيت لايك ال 10000 بالنيوز راح يعرفون اني انا حطيت لايك حق فلانه، فراح يدشون يشوفون صورتها، وفلان عنده 179000 فولور فحطت لايك، فال 279 من النيوز عرفوا انه سوت فولفر، سووا هذيل سووا لهم فولو، هذيل سووا لهم فولو، صاروا هذيل الفولور بس عدل بالانستغرام. لانه مو مساله ده بس، هي صارت اني انا اشوف عند اكثر من صديق وزميل وصديقه وزميله هم نفس الفولورز، نفس الكلام، نفس بنفس المحبه بنفس الاندفاع. ما نرجع للانتقاد، نرجع لانتقاد الفنانات، فهي انا ممكن تتقبل مني بالتليفون بس ما اقول اسمها، بس انا فعلا دقيت على اخت وفنانه موجوده قلت لها كذي كذي، فقالت لي ما ادري شنو اللي صار بس بحزتها حسيت اني انا هذا اللي اقدر اسويه. وسيله اكثر هذا نقد بناء يعني، احنا لما نقوله ونسمي نقد بناء يعني، انا بالاول وبالاخير قاعده اتكلم كذي عشان ابي مصلحتك، لما يقول لك سماح انت سويتي كذي او انت الحين تقولي لي ترى وسيله سويتي كذي يعني، انت ما في بيني وبينك عداوه، احنا زملاء، احنا اهل، فلما اقول لك شيء بمصلحه الشغل بمصلحه مسيرتك الفنيه يعتبر انتقاد بناء، ليش نخجل نقول الاسم او شنو صار؟ الاخت اللي انا اكلمها او الفنانه او النجمه اللي انا اكلمها عارفه شنو معزتها عندي وشنو انا اقصد راح تتقبل. بس الحين في نجمات صاروا نجمات ما يتقبلون حتى من النجوم الفعليين، من امهاتنا ومؤسسين الفن ما يتقبلون، ما يتقبلون النقد نهائيا لانهم شافوا نفسهم التوب النجمات اللي ما لا يعلى عليهم. شنو معتمدين هذولا؟ اللوك، المعجبين، العروض اللي قاعده تنعرض عليهم. يعني نجوم عندهم عروض سماح بس مو فنانين. شلون؟ مو ممثلين. يعني اذا احنا يعني يا بنت يا حبيبتي يا انت ممثله اكثر شيء ممكن يكسر القلب يعصر القلب موت الأم وموت الولد ظنى، صح؟ والله العظيم والله العظيم ما كانت قاعدة تبكي.
والله العظيم هذا قاعده اشوفها ويعني استغفر الله العظيم، يعني الله يحفظ امهاتنا ويرحم الامهات اللي رب العالمين رحمهم. ماتت بين يدينها والله ما بكت، وخايفة على يمكن مكياجها، وخايفة يمكن على ملامح وجهها تتغير، لا لا في شيء يكسر القلب يعصر القلب. هذه أم، هذا ظنى، ما في مكياج وما في، خليتني أصرخ يا وزينة. سماح، من الحين تشوفي من النجمات اللي تحجبوا محظوظة أو مو محظوظة، مظلومة؟ لا للأمانة يعني أنا اللي أعرفهم طبعاً المتحجبات اللي متواجدين على ساحة، طبعاً النجمة عبير الجندي وهي لا زالت محافظة على مستواها وعلى أدوارها اللي تقدمها، بس أنا اللي متأكدة منه واللي أكيد حتى يعني إن شاء الله تكون حبيبتي عبير قاعدة تسمعني، إن هي تقدر تسوي أدوار هم بعد غير كذي، بس هو الحجاب حاكمها. إيه هي يمكن تحاتي حتى ظهورها الإعلامي بالحجاب، يعني إيه ترى وايد من الناس اللي جدا 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 محترمين ويحبون حجابهم وشكلهم بالحجاب. ظهورها ما يعجبك الحين بالحجاب؟ يعجبني ويعجبها، بس أقصد إن إيه يمكن حتى في أدوار ممكن تاخذ فيها نجومية أكبر بعد، أنا أعتقد إن حتى عبير ترفضها لأنه يمكن ما تتناسب مع حجابها. الأسباب يعني شلون ممكن يكون دور مميز لحجاب وما تتناسب مع حجابها؟ الحجاب إلو أقصد إن هي تشوفه إن لا يناسب حجابها، هي تشوفه إن لا يناسبها كمحجبة، بس هو دور يمكن أفضل من الدور الثاني اللي ممكن تأخذه في العمل، بس هي نجمة يعني هذا شيء لا ما عليه خلاف. أكيد في خواتي طبعا عندي من الفنانات اللي تزوجوا وتحجبوا وابتعدوا عن الوسط هي رشا مصطفى، بس كانت موجودة يعني ولا زالت من البنات اللي أو من الفنانات اللي متواجدين في الانستغرام عند كل الفنانين. الله يوفقها إن شاء الله. الفنانة نسرين، الفنانة هبة سليمان، هم اللي بالفترة الأخيرة ظهروا بالحجاب. ما أخذوا حقهم، ما أخذوا حقهم. نعم مشاهدينا مستمرين في هذه الحلقة مع ضيفتنا طبعا المميزة سماح. فاصل صغير ورجع لكم بالمرسخ، خليكم ويانا. طبعا التحية لكم مشاهدينا، أنتم الأهم في هذا اللقاء في برنامجنا المرسى وضيفتنا سماح. نتكلم عن الحجاب والتمثيل، هل هو فعلا أعاقك من تواجد قدام الكاميرا بشكل عام؟ هل تنطرين دور معين يكتب لك خصيصا؟ شنو؟ أنا احترمت الاثنين، احترمت الحجاب واحترمت التمثيل. يعني احترمت حجابي اني انا ما دام انا اقدمت على هذه الخطوه وحطيتها اني اكون ان شاء الله اكون كفء، لان اكيد يعني هو يعني احنا دائما نطلب الهدايه للاكثر، لان انا دائما مثلا يقولوا لي احيانا المكياج، احيانا طريقه لفه الحجاب، ان شاء الله شوي يعني ان شاء الله انا اطلب الهدايه. بس بالنسبه للتمثيل لا، انا الحمد لله أنا للحين يعني نعرض علي أكثر من عمل. طبعاً من الأشخاص اللي عرضوا علي عمل وأنا يعني أنا أعتذر لها على الهوى إني أنا قلت آسفة ما أقدر أشتغل بظروف مو بس الحجاب، لظروف حتى عملي. يعني أنا الحين موظفة الصبح في قطاع، أنا مو موظفة في وزارة الإعلام، فأنا موظفة في قطاع هو يرفض مثلا ظهور الموظفين اعلاميا، وهذا طبعا موجود في اكثر من مكان او في شركات ترفض ان ما يبون مثلا اعلاميين او ناس معروفين. الفنانه قديره
أمنا وحبيبتنا سعاد عبد الله عرضت علي عمل مع المخرج غاف الفاضل، وأنا قلت لها أنا آسفة ما أقدر. وما بيقولك متحسفة، لأن أنا يعني مو موجودة بالوسط وما قدرت، بس أنا حاولت وسعيت. إني أنا ما قريت الناس، بس هو مجرد إنه مع سعاد عبد الله أنا أدري إنه هو نجاح. بس قلت خل أشوف أجس نبض من خلال المكان اللي أنا أشتغل فيه، وما قلت مع منو شنو، بس هما يعني قالوا لي احنا على اتفاق من البدايه انه ما يكون، احنا ندري ان تشتغلين بالاذاعه بس ما يكون في ظهور اعلامي تلفزيوني يعني كمشاركات تمثيليه وكذي. الفنان عبد الرحمن العقل بشكل سنوي دائما يقول لي اذا بتردين طفل مو معاي يا ويلك، لان احنا كوننا ثنائي ممتاز ورائع، وانا اقدم له كل التحايا صراحه من خلال كاميرتكم وبرنامجكم، لان إذا في أحد يوم من الأيام لا فضل أني أنا لي اسم في مسرح الطفل فهو الفنان عبد الرحمن العقل، رب العالمين ومجهودي والفنان عبد الرحمن العقل. طبعا احنا نوجه لهم تحية، كلهم نجومنا وأساتذتنا وين ما كانوا، طبعا كل نوجه لهم تحية. سماح، يعني شنو تنطرين؟ بتردين؟ تنطرين فرصة؟ مانك رادة؟ الشغل شنو بالضبط؟ شوف انا حسيت لما انت تتكلمين عن الدور اللي ولما كلمتك فنانتنا القديره طبعا تحسفتي، حسيت فعلا انت متحسفه، يا ريتني مشتغله وياها. انا احب التمثيل، انا احب، انا شوفي عمري ما قلت، عمري ما نفيت نهائيا اني يعني انا لن ولم ولا يمكن اعود للتمثيل، بس دائما اقول انا ظروفي الحين ما تسمح لي، ظروفي بكل ظروفي، يعني انا مثلا لما كنت ممثله ما كنت موظفه، حاليا انا موظفه في قطاع استثماري بعيد جدا عن التمثيل. انا لما وقفت عن التمثيل ما عندي الا شهاده تمثيل واخراج، وانا بحكم اني انا سوريه غير كويتيه، اذا بتوظف في وزاره الاعلام راح اتوظف على بند المكافآت، انا محتاجه مكان ثابت. درست اداره اعمال علشان اتوظف في قطاع اداري، فدرست وخذيت دبلوم بالموضوع. يعني الحين انت خايفه اذا انت رديتي التمثيل مصدر رزقك ينقطع؟ مو بس مصدر الرزق، انا سويت لي مثلا اسم وكيان في المكان اللي انا قاعده اشتغل فيه، يعني تدرجت من مكان لمكان، وكلها الحمد لله اماكن وايد زينه، ويمكن تحتاج حتى واسطه لناس يشتغلون فيها، وانا اشتغلت فيها بمجهودي. يمكن انا خايفه، انا سويت لي حياه ثانيه بسيطه خايفه عليها، وبنفس الوقت أحس إن أنا مو شغلي إداري، أنا بالنهاية شغلي فني، يعني أنا بين الأثنين، بس لحد الآن ماسكة نفسي إني أنا ما أبي أرجع تلفزيون ومسرح، قاعدة أحاول أطلع طاقتي في الإذاعة، بس لا يمكن يوم من الأيام تطلع مني كلمة إني أنا مو ممثلة، أنا ممثلة، لأني أنا خريجة المعهد العالي في المسرحية قسم التمثيل، طول عمري كنت ممثلة، حتى لو ارتديت الحجاب ووخرت، فحتى بموبايلات رفيجاتي مكتوب سماح الممثلة. أنا ما عرفت الحين أنت ليش رفضتي، يعني مجالك اللي أنت تشتغلين فيه الحين أحسن؟ ما أدري إذا أحسن مدين. بس مستقر يمكن. مركز؟ في مركز ومستقر. الأسباب، أسبابك شنو؟ أخاف أرد الحين، أنا عندي هذه النقطة، هذه يبي لها جرأة أولاً، أنا لو من هذيك الأيام استمريت يمكن كان الموضوع صار عادي، بس الحين إذا برد صعبة. أنا أخاف، قلت أخاف من شنو؟ أخاف من وايد أشياء، أنا وقفت قدام الكاميرا قلت لك ارتبكت حالياً. كلنا لما نوقف قدام الكاميرا سماح، يعني لها رهبة الكاميرا، هذه ما يختلف عليها اثنين، بس ما ادري ممكن الناس ما ترد تتقبلني بالشخصيات اللي ممكن الحين تركب معي، انا كمثلا محجبه او العمر، يعني الحين الادوار، انا الحين مثلا الادوار اللي كنت اخذها قبل 12 سنه تختلف تماما عن الادوار اللي ممكن اخذها الحين. انا على فكره من النوع اللي ما اخاف من العمر نهائيا، مواليدي 6/12/76، ما عندي اي مشكله بالعمر، احب عمري، واستانس اني اقول انا مثلا عمري الحين الحين في هذا الوقت 37 سنة، وايد ناس حبيبتي تسلمين، ان لا ما يبين عليك، لا لا تقولين روحي حلوة، اوكي واعترف ان روحي حلوة، مو غرور روحي حلوة. ما له شغل بالعمر، بس انا مو خايفة من العمر في الدور، بس احس ان طبيعة الادوار راح تتغير، ستاف العمل تغير،
الوجوه اللي موجودة، طريقة التعامل بين الناس تغيرت، مو نفس قبل. شلون؟ احنا قبل كنا نعرف بعض، نخاف على بعض. انا ما ادري الحين شنو الوضع، والنعم بالكل، والكل ربعي للحين واصدقائي، بس اذا الدنيا تغيرت، الشارع اللي تمشين فيه تغير، طبيعة الناس تغيرت، طبيعة العلاقات تغيرت، فشلون الوسط الفني؟ انا ما ابي ادش انصدم مع ناس حبايبي الحين، يمكن لاني ما اشتغل معاهم. تبين دور تكونين في نجمة اولى من الاخر؟ عمري ما فكرت هالتفكير، حتى لما كنت ممثلة. ما في احد ما يسعى للنجومية، هذا حق، واكيد كل ما قرب اسمي استانس، وهذا حق والكل يستانس فيه مو بس انا. بس مو هذا اللي انا اسعى له، لان انا في وايد ادوار يعني اشتغلتها مش نجمة اولى بس برزت. تنطرين دور معين؟ ما نطرت، لأن تنطرين. أنا قلت لك عمري ما أجزمت، ما أدري شنو ممكن يصير في المستقبل، ما عندي نص الحين، يعني ما في أحد قال لي هاج هذا نص وأنا مثلاً قاعدة أخطط له مفاجأة رمضان القادم، ما عندي، ولا رمضان اللي عقبه، ولا عندي هذا التخطيط أصلاً إني أنا أرد التمثيل، بس ما أدري شنو ممكن يصير أرد، ما أدري. لا زلت وايد ناس تكلمني اقول لهم مسرح وتلفزيون، انا لا اعتقد موجوده بالاذاعه، بس عمري ما جزمت. تقولين روحك حلوه ووايد ناس يحبونك وما ادري شنو كذي، علي الله يكمل عليك. ماكو ناس خلينا نقول خذلوكي؟ اوف لا انخذلت. شلون ما انخذلت؟ شوفي، انا اول ما ابتعدت عن الوسط الفني توقعت اني انا اي مكان اسمي، يعني كان وقتها تعرفين الحين في شيء اسمه اسم سوق، يعني اسم للبيع، اسم شباك، يعني لو اسمي موجود في مسلسل يطلب من هذيك الايام اللي انا كنت موجوده فيها، طبعا على قله القنوات، لكن كان في اسم اذا نحط في هذا العمل يطلب المنتج علشان القناه طالبته، علشان يباع العمل بالسعر الفلاني، طبعا مو اسمي بروحي، يكون اكثر من اسم مطلوب، اذا تواجده وراح تاخذ الكثر، اذا ما تواجده بتاخذ الكثر. اسم شباك، يعني مسرحيات اللي اشتغلت فيها اسمي اذا مو الاول الثاني الثالث ماكسيمم، بس اللي من الاساسيين، يعني كنت متوقعه اني اول من الاساسيين. انا اشتغلت مع الفنان عبد الرحمن العقل، طبعا هو فنان. لا، من الاساسيين اللي يمكن يكون اسمهم من الفنانين اللي انا اشتغلت معهم، يعني اللي انا اشتغلت مع داود حسين اسمه قبلي، اشتغلت مع الفنان عبد الرحمن العقل اكيد اسمه قبلي، من النجوم يعني اللي انا اشتغلت معهم. منو بعد؟ اشتغلت لا نبي نجوم. اشتغلتي معهم وعلى التصنيف اللي انت قلتي كمسرح؟ انت قاعد تكلمين مسرح او دراما؟ لا، الدراما وايد، يعني الدراما انا اشتغلت مع الفنانه القديره حياه الفهد، اعمال يعني انا سواء بيت اسكنه سمره او الطير والعاصفه، يعني من كنت ياهل وصغيره وعطتني ادوار مثل ما يقولون ادوار عمري، يعني بيت اسكنه سمره لليوم كل الناس تذكر سمره، لان كانت البنت سمره والام سمره، الام باسم الفنانه حياه الفهد، والبنت الشيطان اللي مقومه البيت كله على ريل واحده سمره. فاشتغلت مع الفنان سليمان الياسين، اشتغلت مع الفنان جمال الردهان، اشتغلت مع فنانين من مصر، اشتغلت ما بي انا ذكرت اسماء وانا ما بي انسى، لان انزين. اشتغلت مع نجوم كبار، اشتغلت مع الفنان محمد جابر، اشتغلت مع وايد نجوم. خذلوكي وين؟ مو هذيل اللي خذلوني، انا ما بي ما يربط الاسماء، لا تنربط بالخذلان. انزين. لكن في الوقت اللي انا ابتعدت فيه كنت متوقعه اني انا سماح اللي الكل يعرفني ويحبوني ومسوي علاقاتي مع الكل، بطلع اي مكان بروح اقدم فيه بياخذوني كذي بشتغل. لا، ما كان هذا المقياس، ما قدرت اشتغل بالفتره الاولى. يبون كفاءات، يبون خبرات، ما يبون اسماء وناس يحبونهم، احنا نحبك ونموت عليك بس مو انتي. فاضطريت اني مثلا اكلم اشخاص لازم تشتغل الواسطة علشان أماكن معينة أقدر أشتغل فيها على الأقل الشيء اللي قريب من شهادتي، قبل لا أخطط أني أشتغل شغل إداري وأبتدي أخذها بإيدي. يعني في ناس ما حطت إيدها بالموضوع، ما كان عندها استعداد أنها تشتغل شغل الواسطة حقي يعني تساعدني،
خذلت منهم على اليوم وباكر، وان شاء الله هذا كله قاعد يضيع مني. كان انا لازم اشتغل. في ناس كانوا اصدقاء وربع وحبايب ويمكن بحياتي يعني كانوا عايشين، وانخذلت منهم لما هديت التمثيل لان طحت. هذول ليش عندك مشكله تذكرينهم؟ لان كانوا جزء من حياتي بيوم من الايام. ليش الحين ما تقولين فلان كان جزء من حياتي والحين لما احتجته ما لقيته؟ بس هو كان جزء من حياتي بيوم من الايام. اتكلم عن جزء، ما اتكلم انه كان جزء يعني شخص او رجل. كنا رجل ورجال ونساء، كنا صرنا عارفين منه. لا مو بس، في ناس كانوا اجزاء من حياتي، رفيجات وصديقات واهل وحبايب وناس وعوائل تعدوا. لما بعدتي عن الاضاءه بعده ربعك من حواليك؟ في ناس ابتعدت وفي ناس ابتعدت عن الاجواء الحزينه اللي انا دشيت فيها. انت دشيتي اجواء حزينه بالفتره الاولى اللي انا اول ما وخرت وحسيتني انا معقوله ما اشتغل. كنت مثل الضايعه، ارد التمثيل لا ما ارد التمثيل لا خلاص انا قررت. هذه القرارات اللي احيانا تتخذين قرار وتقولين انا ما راح ارجع عنه لان ناس وايد مثلا خذلتني، فانا لا راح اثبت لهم اني انا راح اسوي. ف ترى هذا شيء مو سهل. تحدي اللي ممكن ما كنت انجح فيه. يعني انا الحين لما اقول اني انا يوم من الايام قعدت اول مره اقعد على مكتب في المجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب، يوم توظفت بالمجلس كنت ممثله، اول مره قعدت على مكتب حاطين الكمبيوتر ما اعرف من وين يشتغل الكمبيوتر. ثلاث ايام اروح المكتب اقعد على المكتب واجاب الكمبيوتر بس اسالف لدي ما ادري من وين يشتغل، ويشتغل من تحت بس انا ما ادري. الحين انا اي شيء بعقب ما درست واجتهدت وحاولت وتعلمت وتعلمت روحي لو شنو تبين بالكمبيوتر. انا قاعد اتكلم على الشغل الاداري يعني مو كمبيوتر انترنت وانستغرام. انا الحين تحت امرج. نحن قاعدين نتكلم عن الخذلان مو عن الشغل. مشاهدينا مستمرين طبعا برفقتكم في برنامج المرسى، فاصل وراجعين. نجدد دائما التحية الأكبر لكم مشاهدينا، أهلا بكم في برنامجنا المرسى وضيفتنا سماح في هذه السهرة. سماح دائما أشوفك تقولين أفضل أدواري أم مع التنفيذ، أم مع وقف التنفيذ، مع وقف التنفيذ، والسباعية اللي عملتيها اللي هي باسم لا يعمر الزهور. لا يعمر الزهور هذه عندي اياها نمبر وان، لأن الشخصية اللي كانت فيها، الشخصية اللي لعبتها هي شخصية طموحة على شيطانة، على مظلومة، على ودها تصير شيء، على نقص عليها، على آخر شيء تين وآخر شيء تدش الطب النفسي. لا يا عمر الزهور حتى الكستاف العمل اللي كان معانا، طبعا كان معانا الله يرحمه الفنان غانم صالح، الف رحمه ونور يا رب. وكان معنا لا طولة العمر ابونا احمد صالح، وكانت امي طيف، وكانت الفنانه القديره انتصار الشراح، هي عنصر الشر بالعمل، اخراج حسن ابراهيم. بس القصه مكتوبه حلو، العمل كان كلنا على قلب. الشخصيه اللي انا لعبتها كانت وايد حلوه. الشخصية اللي قدامي اللي كانت على طول معاي الفنانة طيف، كنا نفهم بعض بالنظر. والله في مشاهد كانت معانا أول ظهور حق الفنانة إلهام الفضالة تلفزيوني، كانت معانا، كان معانا بسام الكندري. في مشهد من المشاهد نروح الطب النفسي، المفروض إنه هو سيناريو ما في حوار، بالنهاية لما البنت تين نهائيا بعد ما كل الدنيا انقلبت عليها.
المفروض ان المشهد الاخير ما في حوار، شلون المشهد الاخير ما في حوار؟ طالع الطيف كان يقول لها شلون المشهد الاخير ما في حوار بعد كل الانهيار اللي انهارته البنيه؟ شو تقول شو بنقول؟ قلت لها ما ادري شنو بنقول، خلينا نشوف على ما توصل السياره، لان المشهد ان تدش السياره عليهم، خلينا نشوف شنو نقدر نقول. مخرج لو سمحت ممكن تحط لنا المايك، احنا المايك يصير عندنا بستاند يوقف. كان يقول اوكي، حطينا الستاند، نزلت من السيارة، هي البنية طبعا مينونة رسمي ولابسة الطرحة وكذي وبتدش وتحاكي، كان التفت على أمي أنا وطيف طبعا منهارين أصلا من البكي، قلت لها كلمتين، ردت علي، لمتني، بكينا، رديت مشيت، رديت طالعت إلهام، إحساس إحساس هو اللي يقودك، خلص المشهد. كان طالع الحين خلص المشهد احنا نبكي، بس بسرعه طلعنا من الموت. كان اقول لها حق طيف برافو، ما شنو صفقه، كيف بكيف الهام الفضاله كانت واقفه تقول اول مره تمثل تلفزيون، شلون لا شي تسوون تبكون تو تضحكون، متنا عليها من الضحك، شنو مو قادره اوقف بكي. يعني احساس، الاحساس يطلع. انا عندي لا يا عمر الزهور هذا عمل، عمل اذا قالوا لك العمل عمل حياتك، عمل حياتي على العلم اني انا كل اعمالي احبها. السبب الاحساس، يعني الاحساس المفروض يكون بكل مكان. سماح، القصه كانت الدور كان عاجبك؟ دوري انا كنت وايد حابتها. اما وقف التنفيذ لا، في لي في وايد مواقف. مثل شنو؟ منها اني انطقيت طق بهالعمل لدرجه ان شالوني. احبه لان انا كنت طقيتي فيه. لا بس هو كان هذا الموقف المميز بالعمل، بس هو احبه لان كانت في هذيك الايام حدث الساعه اللي هو الام لما تلها عن ولدها تسببت في موته في النهايه، هي الام. فتخيلي ان ام هي تتسبب في موت ولدها. انا قلت لك اكثر شغلتين ممكن ياثرون على الممثل موت الام وموت الظنه. بقول لك سالفه بعد على الام، خليني بس اقول لك ليش انطقيت وشالوني الاسعاف. انا قاعده اسمع، قولي. خالد امين هو المفروض زوجي، وعرف بالمشهد ان ولده مات بسبتي لاني انا خليته حرارته مرتفعه عند الخدامه، وطلعت رحت عرس وتاخر وقت العرس، فانا ماني رد البيت، برد انام ببيت امي. المهم الولد يشيله يوديه المستشفى، الولد يموت، ياهل البيبي ويتعرض. الله يحفظ عيالنا كلهم. الله ماني. فيجي البيت، المشهد المفروض انه يدش يكلم طيف امي واحمد صالح ابوي، هم نفس الشخصيات الشخص، وانا المفروض اطلع من فوق، يعني بالدور الاول اطلع له من الغرفه على صوت صراخه. الكاميرا ماخذته من تحت، فانا قاعده اطل من فوق علشان اشوفه متى في حركه معينه انخش فيها بالغرفه علشان يصعد الدرج. واقفه فوق، فشفته دش من برا، خالد شحن روحه برا البيت قبل لا يدش علينا، شاحن روحه بفقدان الولد، عاش الشخصيه، دش منهار من البكي. طبعا انا اوجه اكبر تحيه للفنان خالد امين، لان خالد اذا يبي يدش يعيش شخصيه، مو يعيشك بس، يعيش كل اللي موجودين فيها. دش من الباب عيونه حمر وويهه كنا صار له سنه يبكي. مسك طيف مسكه اللي كلها شي انهزت يعني، وقال حوار طويل المفروض بعدين بيصعد الدرج عشان يصعد لي فوق. والله انا يعني لما بدا يهم بالحركه، طبعا دشيت مخشيت داخل، والله سمعت صوت الدرج سوى شي، قد انا رحت، عرفت اني انا، بس صعب اني اوقف المشهد. هني انطقيتي. انا طلعت لفوق، قلت له هو الحين بيصعد لي، فاقول له انت ليش تصارخ؟ يصعد فوق يمسكني، تعرفين اللي قلت نمسح فيه الدرج، مسح فيني الدرج، بس بانفعاله ببكي، وهو قاعد يقول لي ان انتي ام وانتي ما تستاهلين وانتي عشت الدور معاه، ويمكن ما حسيت حتى بالطق، مسح فيني الدرج ونزلني لتحت وشد شعري وطقني وطقني للقنفة وطلع. أنا يوم بتكلم خلاص حسيتني أنا فعلا تسببت في موت ولدي، مو قادرة أتكلم، أبي أتكلم مو قادرة. صعدت الدرج مرة ثانية، المفروض أصعد فوق، صعدت وصلت فوق، الكاميرا يبين وصلت فوق، كان أطيح. يا بولي الإسعاف شالوني،
خالد طلع برا، المفروض هم بعد الولد كان منهار، بس يوم دروا اني انا فوق صفقوا العالم، يقولون طبعا انه صفقوا على المشهد. شلون يا وشالوني لما قعدت من الاغماء اللي انا فيه، لقيت خالد مسكين قاعد يبكي علي انه والله انا ما اقصد، ما ادري شلون صار فيها كذي. يعني خالد حنون 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 لابعد حد، لدرجه انه كان خايف يكون صار فيني شيء بسبته. سماح، بعد هاي الادوار التراجيديه سويتي كوميديا، ما كنتي خايفه؟ لا ابدا. يعني الناس يعرفونك بستايل كاركتر ودشيتي الكوميديا. انا يمكن ما سويت ادوار كوميديا كوميديا، يعني اللي انا اكون حدا في الكوميدي، بس دشيتي يعني تعتبر كوميديا. اشتغلت ايه، اشتغلت بيوت من ثلج، هذا حديث لليوم الناس تكلم عنه، يعني كان عمل كوميدي بحت للمؤلف حمد بدر والمخرج غافي فاضل، صراحة أنا أوجه لهم تحية، هذول ناس عزيزين على قلبي. وجروب العمل كله كان جروب مينون، يعني إحنا حتى شفتي أحيانا مشاهد أول عبد الحسين وسعد الفري مع حفظ الألقاب، يعني أبهاتنا بالفن، بس في مشاهد تي بينهم كانت بالتلفزيون يضحكون ويكملون، إيه نفس الحالة كانت تينا في بيوت من ثلج كأسرة، كنا نضحك بالعمل ونكمل لأن الأشياء تطلع تلقائية عائلة. ما خفتي من هالمغامرة؟ لا، أحيانا تحس الحي يحيج، هذا ما في، فلما يكون كل الجروب حي تحسين إن أنت بتصعدين وياهم، ولما يكون ظهرك صح عارفة الجروب اللي معاك كله ما راح يوهقك، ما راح تطيحين منه، لا هو كله يبي يشيل بعض، دشين قويه. يعني لما تشتغلين مع نجوم انت واثقه من هال نجوم وعارفين شنو قاعدين يسوون، ترى في نجوم احيانا يعني هو نجم بس يمكن ما يعرف لي حدود الكاميرا مثلا، مش نجم تلفزيون، نجم مسرح يشتغل تلفزيون. لا هذيل اللي كانوا معاي في بيوت من ثلج تحديدا، او عائله ابيض واسود، او النجوم اللي كانوا معاي عارفين شنو كادر الكاميرا، شنو هم حدودهم، شنو حدود الالفاظ اللي راح يتلفظونها، شنو هي حدود الشخصيه لوين توصل بالكوميديا والضحك. انت تحسين ان انت واثقه مو بس من نفسك وباللي معك، لان اذا انت واثقه من نفسك واللي معك، عفوا للتعبير، خنبقوا، لا انت ولا شيء، حتى لو انت عارفه وين توصلين انت ضعتي. قلتي توا بالجملة لما يكون مسرح يشتغل تلفزيون، أكو مشكلة باللي يكون مسرح ويشتغل تلفزيون؟ برايت اللي يشتغل على نجم المسرح اللي ما يشتغل تلفزيون وايد المساحات عنده مفتوحة، ما يحدد بكادر، ما عنده كاميرا تحدد له الكادر ماله. شنو المشكلة تكون؟ تكون انه هو احيانا يطلع من الكادر فيقطع المشهد، او كل مشاهده لازم تكون لونج لونج، يعني كله ماخذ المساحة كلها، فنجم التلفزيون يختلف عن نجم المسرح. في نجوم تجمع ما بين التلفزيون والمسرح اكيد، بس اللي شغله اكثر متخصص بالمسرح يكون شوي صعب عليه التلفزيون، حضوره موجود وتلقائيته موجوده وكوميديته موجوده، بس حدود الكادر يطلع منها ما يعرفها. كلمينا عن ام سعف. ام سعف كرتوني، عرض عليكي هذا الدور، فكرتي وايد بهذا الدور ولا قلتي ابي اشتغل وخلاص؟ لا لا ابي اشتغل، مو ابي اشتغل وخلاص، ابي اشتغل. العمل اعمال ال 3 دي بهذيك الفتره الكرتونيه، ال 3 دي وانها الشخوص هي تكون اقرب للحقيقه مع التناول القضايا اللي قاعده تصير بالساحه يوميه، يعني احنا في حلقات. شنو يعني اقرب للحقيقه؟ يعني تحسين ان الشخصيه مش كرتون كرتون، يعني مش مثل افلام الكرتون، تحسين ان هي شخصيات. في ام سعف بالذات اقرب للحقيقه، يعني شنو؟ يعني الدشداشه تتحرك، الدراعه نفس حركه مع الحركه، مش بس رسوم تتحرك وخلاص، ملامح الوجه، تجاعيد الوجه يساعد هذا الشيء بالضبط. اكيد هذا يعني الظاهره هذه ظهرت مؤخرا ونجحت. أم سعف كان يتناول قضايا المجتمع وقضايا الساعة، وفي وايد حلقات كانت تسجل يعني في وقتها، يعني مثلا احنا قبل رمضان مسجلين 30 حلقة مأخوذين الأجر، لكن يصير في حدث يدقون علينا بحكم ان احنا كلنا متعاونين، طبعا هو من انتاج قناة الرأي
وكان اللي مشرف على العمل طارق العلي مع قناة الراي. فطارق بحكم انه هو المشرف ومعه يعني هو اخو عزيز لي هي شعيبي ما شاء الله، وهم بعد اهل واخوان وباقي النجوم اللي ويانا، يدق علينا يقول انا في عندي حلقه لان صارت سالفه مثلا امس كذا 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 كذا، فتعالوا خلينا نسجلها. نروح نسجل. ما ترددتي؟ انا ابي ما ترددتي، ما فكرتي، ما قلتي لا لا ابدا. لا شلون ادش كرتون؟ اقول لك هو هذا لا، اولا انا مشتغله كرتون من قبل، كرتون بس كرتون اطفال كان للمؤسسه البرامج المشتركه. زين. ما ترددت اشتغل لانها تجربه ناجحه ومع نجوم. شلون تحكمين انها تجربه ناجحه؟ كان قلت لك هي اعمال الكرتون اللي 3D هي كانت حدث الساعه يعني، فلما مثل قناه الراي تتبنى عمل مثل هذا متعوب عليه ومشغول عليه وفي ناس قاعده تشتغله صح مع جروب صح مع مواضيع اجتماعيه موجوده في الساحه، انت عارفه ان اللي معك راح يعني على الاقل يعني يتداولونها بطريقه كوميديه، ممكن انت تتنبئين ان هذا العمل راح ينجح. اكيد مستمرين مشاهدينا في برنامج المارس، اسمحوا لنا فاصل قصير ونرجع. نجدد طبعا التحية الأكبر لكم مشاهدينا مشاهدي تلفزيون الشاهد في برنامجنا المرسى، مستمرين في هذا اللقاء ونجبتنا النورة سماح. حبيبتي بوجودك سماح، أنا بستغل الظرف اللي أنت كنتي فيه لما اشتغلتي بالتمثيل، اشتغلتي مع نجوم مع عمالقة بذاك الزمن وأثبتوا جدارتهم من أول ظهور لهم، وما شاء الله يعني كان واضح يعني تميزهم واستمراريتهم بهذا النجاح، عكس الحين وجودك مع هيك نجوم شنو عطاك؟ ثقة غيرها. أكون ممثلة صح، تعلمت منهم أكون ممثلة صح، تعلمت إنه مو لازم أكون جميلة علشان أطلع بالتلفزيون أكون مشهورة، ولا أعتمد على لوك معين ولا بس على اللبس والماركات مثلا، ولا على ظهور مع خبيرة التجميل فلانة الفلانية واللي لبستني مشغل فلانة الفلانية. الحين وايد معتمدين على كذي؟ وايد، ما في اصلا، كل نجمة عمل يعني اذا في اربع خمس بنات بالعمل اقري في نهاية العمل كل واحدة عندها واحدة تلبسها واحدة تسوي لها، هذا مو غلط لكن لا يكون هو الاعتماد الأساسي لنجوميتي. يعني أنا بالنهاية يهمني أن الناس تشوف يعني مع عمليات التجميل صارت حتى مو بس اللوك، صار حتى ملامح التمثيل اختفت، البتشي رجفت، الخد لما تبتشين رجفت، الشفة اللي تحت شوفي الأشياء الدقيقة اللي هذا راح، احساسك تخاف تبكي الى مكياجها ولا دموعها تغترب. مع العلم ان احنا بالكويت اغلب الممثلات اللي انا اشتغلت معاهم حتى الفنانات اللي بالنهايه يعني في اواخر السنوات اللي انا اشتغلتها الحين ما شاء الله عليهم نجمات، احنا الوحيدين على فكره اللي ما نستخدم دموع اصطناعيه، ما شاء الله البكي منا وفينا من كثر الاحزان والجروح اللي فينا تطلع الدموع تلقائيه، يعني حرام ان الواحد يضيعها بمكياج او لوك او لبس او خوف على شكل. خدمك وجودك مع نجوم ذاك الزمن؟ وسيله لما اقعد قدام حياه الفهد، والله احيانا المفروض ما ابكي، يعني المفروض في مسلسل مثلا الطير والعاصفه في مشاهد كان المفروض ما ابكي لاني انا بنتها اللي تقويها هي اللي كسرها الزمن، وانا المفروض اقول لها لا يا يما المفروض احنا نسوي، يا اختي تبكي ابكي، دمع ادمع غصبا علي، قدامي قاعده تبكي صج وصح، القلب يرف يرجف ما اقدر صعب. انت اشتغلتي من 91؟ اشتغلت من 91 دراما. بديت مسرحية أبطال السلاحف
واخر عمل اشتغلته عشوق وانا حر كانوا في نفس الوقت نعرضوا باخر يعني رمضان 2003 من 91 لا 2002 كان اخر تصوير لكن العرض البث 2003 بس انا قبل الغزو كنت اشتغل برامج اطفال كنت في مجله الاطفال وكنت عندي برامج بالاذاعه كان في برنامج جدا مميز ومعروف مع جاسم النبهان اسمه عمي عزيز وفي مجلة الأطفال بعد كانت بالإذاعة كنت أنا أقدم فيها أنا بنت وزارة الإعلام من 82 يعني لما أتكلم عن الإعلام من 82 لـ 2014 عمر في تغيير الحين سماح بالوسط الفني بكل مكان في تغيير إيجابي ولا سلبي والله ما أدري في إيجابيات وفي سلبيات يعني شنو الإيجابيات شنو السلبيات الحين الانتشار اللي صار للأعمال إحنا قبل كنا نتمنى عملنا ينعرض مثلاً في محطات لبنانية لما كان يطلع لنا عمل في محطة لبنانية على أيامي كان هذا العمل مو ناجح أكثر من ناجح الحين أول ما ينعرض على الأقل على 6-7 قنوات هذا إيجابي طبعاً أكيد إيجابي سلبي والله قبل كنا شوية يعني متحفظين يعني اللبس ترى مهم للبنت يعني انت برا سوي اللي تبينه لكن على التلفزيون انا يعني انا يمكن برا الحين كمحجبه انا برا انا اخذ اثامي بروحي بمكياجي بلبسي لكن لما اطلع على التلفزيون في مسلسل 30 حلقه متابع من كل العوائل ادش كل بيت لازم اكون حاطه وايد اعتبارات لهذا الظهور فما بالك اذا كان الحين اللبس احنا قبل اللي فوق النص كم ما يصير صحيح زوج وزوجه في غرفه النوم اذا الباب اذا ما يبين في الشات في المشهد اذا ما يبين ان الباب مبطل ويدش على تشاهل ولا خدامه ما يصير التحفظ في بعض الالفاظ يعني كنا جدا متحفظين الحين يمكن الدراما الحين تعكس المجتمع اه طبعا حتى الشارع اكيد اختلف يعني انت تشوفين الدراما الحين تعكس المجتمع سما بس السيكل الحبيب طبعا هذا مثلا قبل كان مو موجود الحين موجود بكثره موجودين السياكل من عمر بس يعني ما كانوا بالظهور اللي الحين موجود البنت لما نشوفها بالدراما تقولين تعكس المجتمع فعلا البنت الحين بالبيت حاطه فول ميك اب الحين فعلا في بيوتنا البنات يا حبيبة قلبي أنا طلعت على التلفزيون ممثلة أطلع بالتلفزيون والله العظيم أمي ما تخليني أسوي حواجبي والله العظيم بداية شوفيني بداية تمثيلي والله مو مسوية حواجبي والله الحين لا الحين كل شيء عادي أنت تشوفين الدراما الحين نفس المجتمع هي صورة للمجتمع احنا ما نبي نقول ان هذا احنا ما نبي مجامله كل اللي مش مجامله مش مجامله ابي رايك كل صراحه بس الحين كل المجتمع مخدرات كلهم مدمنين كلهم ناس تنطق كل البيوت الزوجات ما لها اي احترام في كل البيوت البنات منحرفات في كل البيوت البنيه الزينه كل الناس تكيد لها لا هي صارت هذه المواضيع اللي الحين قاعده تناقش تطرح لما قالت الفنانة حياة الفهد أنا برمضان الجاي راح أتناول التعنيف في البيت كل من صفق لها ورفع لها القبعة لأنه موضوع جديد راح يطرح على الساحة مو ما ناقشناه من قبل لأنه صارت المواضيع مكررة لما الفنانة سعاد عبدالله تكلمت عن دار العجزة والمشاكل اللي قاعدين يتعرضون لها اللي في دار العجزة وإهمال بعض عيالهم حطت عوائل تحافظ على يعني الداري اللي في دار العجزة أهلهم وفي ناس ما تداري الكل تابع هذا العمل بكل سلبياته وإيجابياته والكوميديا اللي كانت مطروحة الجواب الحين شنو؟ دراما تعكس المجتمع؟ لا والله صراحة لا مو كلها لكن في اشياء موجوده الحين واضحه بالدراما انا ماني ناقد لا خليني دور الناقد اللي ابتعدت عن الوسط الفني وبدت تضرب فيه هذيل مني وفيه انا هذا السؤال اطرحه حتى على الموجودين الحين بالوسط الفني مو لانك برات الوسط الفني سماح ابي رايش انت كمشاهده شنو تشوفين؟ شنو السلبية اللي أنت تتمنينها ما لها موجودة بالدراما على الأقل؟ يكون في رقابة على الأعمال اللي قاعدة تعرض
والرقيب اللي قاعد يطالع العمل يحط نفسه هو وعياله قاعدين يطالعون. هذا مو فيلم سينمائي انا راح احجز له تذكره واروح خصوصي للفيلم، انا اتحمل نتيجه راحتي للسينما علشان اطالع الفيلم. هذا عمل تلفزيوني يدش البيت غصب علي. احنا قاعد ندش بيوت الناس، شوفي احنا للحين انا اعتبر نفسي من الوسط، يسامحوني انا بنتهم ومنهم وفيهم. انا ادش احنا ناس او فريق عمل يعمل على مسلسل تلفزيوني قاعد ندش بيوت الناس غصب عليهم. الحدث يفرض نفسه، انا اتابع مسلسل في بدايته عجبوني النجوم اللي فيه وعجبتني بدايه قصه العمل، وبعدين اتفاجئ ان في الفاظ واحداث قاعده تصير انا ما يصير عيالي يشوفونها، شو اقول لهم؟ متى راح يمديني؟ انا مو شايفه العمل من قبل علشان اقول لا هذا العمل انا شايفته والله عيالي ما يصير يشوفون، كلنا قاعدين بالبيت برمضان، كل البيوت عامره برمضان وخصوصا بعد الفطور. حتى البرامج الإذاعية، البرامج التلفزيونية، برامج المسابقات واللبس قبل الفطور وبعد الفطور وقبل السحور وقبل الدنيا والأشياء اللي قاعدة تطلع شهر رمضان، يعني سووا اللي تبونه يا أختي طول السنة، بس رمضان له حرمة، ورمضان كل الناس تقعد فيه، ورمضان كل الناس ما تهايل فيه برا مثل باقي الايام اللي الناس تروح دوامات وتروح سوق وتروح وتطلع وتروح كافيهات وتروح مطاعم. لا، طول اليوم ربة البيت بالمنزل تحضر حق الفطور، احنا نروح الدوام ونرد بعد الفطور، كلنا ترى قاعدين بالبيت الى نين اخر رمضان، الناس تجهز حق العيد وفي ناس تجهز من قبل رمضان. فاحنا قاعدين بس مجابلين مسابق برامج المسابقات والمسلسلات. اكو مفاهيم تغيرت بشكل عام؟ والله انا الحين حتى بالشارع حتى اليهال اشوفهم يعني يتصرفون تصرفات وعادي، اهلهم يشوفونهم عادي، امي ما كانت ترضى. من الفنانات الحاليات تشدك تقولين هذه؟ ما اقدر اقيم. بتقولي لي بتجاملين وبتتهربين؟ اي اتهرب واجامل، كلهم صديقاتي. زين نحن ليه متى منضل كذي مجاملين وما نبي نقول وما يصير لا نقول؟ لا بالعكس، يمكن يزعلوا. قلتي لي تشدك، يعني انا اللي راح اقول اسمها هذا ما يعني ايجابيه ومدح، بس ما بي يعني انت خايفه غيرها يزعل؟ ما راح. اي انا راح يعني اقول يعني شيء ايجابي. يعني هي منجامل احنا عشان خايفين من زعل احد، يعني اكيد توك تسولفين تقولين احنا بشر هذا يعجبنا وهذه فنانه وهذه مو فنانه، احد ما يزعل عشان انا ما ابي اكون انا الناقد، انا اللي اقيم، انا غير مقيمه، وبالذات بالوسط الفني لاني انا بعيده نوعا ما. انا قلت لك انا متابع سيء للتلفزيون، مش عشان بعيده أبو. تشوفين اكثر، تشوفين صورة أوضح لما تكونين تحت الإضاءة غير لما تشوفينها من برا. سماح أنا شنو قلت لك؟ الممثل يكون سواء كانت جيدة يعني توصل أو ما توصل، هي بذلت جهد، جهزت نفسها للعمل، اشترت هدوم، قعدت من يمكن من 12 ساعة ل 16 ساعة باللوكيشن، الله يعطيها العافية، هذا اللي طلع منها. أنا ما رح أقيمها. في ناس معينين ممكن هم يقيمونها وينقدونها، لا تحطيني بهالموقف، ما راح اقول. حتى صديقتي وحبيبتي، واذا هي فعلا نجمه وانا احبها وفي المميزين تراضي نفسهم. توك تكلمتي عن شيماء لانها صار بيني وبينها تليفون معين وهنيتها عليه. يعني شيماء قريبه مني، شيماء قالت لي يوم اللي بترد، شيماء واحده من الوسط الفني، بنت منافسه لي كممثله في الدراما، وقالت لي اذا رديت التلفزيون الخروف اللي بينذبح اول يوم تدشين فيه تصوير علي. حبيبتي شيماء، احساس مثل هذا شنو تقولين؟ في ناس فيهم خير ولا ما فيهم خير؟ اكيد ما خليت الدنيا سماء، بس هي يعني انت قلتي كذي عشان صاحبتك، عشان تحبينها، عشان قالت عليها تشلي. وقدرت ارفع عليها التلفون اقول لها انت بدعتي في هذا الدور مثلا، او يمكن غيرها حتى لو بدق عليها وبقول لها بدعتي في هذا الدور، مشكوره ويعطيك العافيه، بس بتسكر التلفون تقولي يعني نعم، منو سماح اللي تقول لي انت زينه ولا مو زينه؟ ترى الحين في نفسيات كذي موجوده بالوسط الفني للاسف. تكلمت من شوي عن بعض الدراما اللي فيها عمليات تجميل، بعض
انت ضد عمليات التجميل؟ ان الله جميل يحب الجمال، بس التجميل اللي طبيعي يعني تقولي لي احط شويه فواكه نظاره حق بشرتي، اقول لك اوكي انا معك. تقولي لي هذه البلازما اللي طالعين فيها ممكن تضيع خطوط الوجه، اقول لك على عيني وراسي انا معك. بس تقولي لي خدودي توصل لدرجه اني ما يعني يبينون حتى من عيوني، هذه صعبه. شفايف كذي هذه صعبه. لازم الناس تحب اللي انت تحبينه سما، ما تحب اللي انا احبه، بس الممثله تحافظ على ملامح وجهها، نقطه انتهى. يمكن دور يبي له كذي، دور واحد وباقي الادوار ما تشيله، ما راح تشيله، ما ينشال يعني ما ينشال. شو بتشيل؟ ما ادري اسالك، ما ادري، انا مو خبيره، لان انا ترى يعني بعيده كل البعد عن هالموضوع. بس يمكن اذا طلعت لي حبه بوجهي ولا شيء، حتى اروح الصيدليه اقول له عندي حبه هني الله يخليك ابي مرهم، بس انتهى الموضوع. سالتني واحده مره حتى بالانستغرام انها شنو الكريمات اللي انت تستخدمينها، ترى انا لليوم استخدم كريمات الجمعيه. عندي وجهه نظر ان انا اذا الحين في هذا العمر ببتدي استخدم الكريمات اللي تزيل الخطوط واللفتنج وما شنو هالاشياء، معناها انا بعد 10 سنين هالاشياء ما راح اقدر استعملها، فاخاف اني ما اقدر استعملها وما راح القى شيء الجا لعمليات التجميل. فانا قاعده احاول اوخر يعني ابعد الفتره الزمنيه لاستخدامها، بس مو اكثر. راح تستخدمينها يعني؟ اي اكيد، اي مرأة لازم تستخدم اللي تحب وجهها وجمال. شوفي اللي تدلع روحها انا احترمها، بس تدلع روحها وتحافظ على جمالها وتحافظ على بشرتها وانوثتها ورونقها بالمعقول. بالمعقول بقياساتك يعني صعب. صعب صعب. شنو الصعب تسوي كذي؟ شنو الصعب سما؟ يعني ايه يعني انا اللي عرفته بعد ان عمليات التجميل بالذات تفخ الشفايف، تفقد حتى حاسه التذوق او تفقد الاحساس فيهم، ما ادري صراحه. انا ما ادري، بس قالوا لي يعني ليش انا افقد الاحساس بشفايفي؟ بس التذوق سمح مو من الشفايف، ما ادري يعني، بس قالوا لي في حاسه راح تفقدها. شنو هي؟ ما ادري، بس ليش حاسه من احساساتي يعني؟ لا يعني بغض، انا ما قاعد ما راح اركز بس على تفخ الشفايف او الخدود، بس حتى الابر يعني في ناس يعني حتى فقدت هذه الدهشه، التعبير، الحزن، التعابير، خطوط التعبير هذه راحت. حرام، انت ممثله وجيده، ليش تضيعين مع تجميل الجسم؟ اذا كان مسبب لي ازمه نفسيه، هذا حتى يعني مسبب لي ازمه نفسيه تعبتني نفسيا ومأزمتني طول حياتي، ايه اوكي. ما هو نفس السبب سمح، يعني اللي تسوي تجميل هي مضايقة من روحها، مسويت لها أزمة نفسية، تروح تتفخ أو تسوي أو شيء، يعني هني أزمة وهني أزمة، كلها أزمة. هي مأزمة روحها يعني. أنا خليني أقول لك يعني لا، في ناس قاعدة تسوي الأوفر ولها مقارب أخرى، يمكن إنه مو بس إن هي يكون جسمها عدل، لا هي تبي يكون جسمها جسم. لا يعني لها مقارب أخرى، مش بس تعديل الجسم، مش بس تعديل الوجه. وفي ناس مساكين ترى مهووسين مرض بالتجميل، ف أنا لا مع هذا، أنا مع الشيء الطبيعي الطبيعي، يعني تحافظ على روحها وتجاري الموضة وكل شيء، بس هم يبقى أقرب إلى الطبيعي، لا تغير ملامح وجهها. يعني مو لازم كلنا كذي، ولا كلنا حواجبنا ثمانية، ولا كلنا شفايف قلب حب، ولا بعد كلنا بعد 10 سنين ممكن تصيري منهم عادي، بس الحين لا، لا اني اغير في ملامح بعد 5 سنين سنتين ثلاثة اللي هما اغير في ملامح وجهي، لا بس احافظ ارد رونقه والنظارة وكذي، ممكن ما ادري. سماح نرد للمسرح والدراما، انت كمشاهده شلون تشوفين المسرح الحين، وخصوصا مسرح الطفل كان لك يعني اعمال فيه مميزه، ولا الحين شلون تشوفين مسرح الطفل الحين؟ والله شوفي انا ما راح، انت تبيني اقول اسماء صح؟ انا هني في هذه الفقره شوفي مسرح الطفل ايش كثر ما ارضى عليه، راح اقول اسماء، ارفع القبعه كل الاحترام. انت بالايجابيات تذكرين اسماء بالضبط، بالسلبيات
الدارين. شخصين قدموا أعمال طفل رحت حضرتها مقارنة بأعمال ثانية، والنعم بالكل والله يعطي العافية الكل، لكن قدموا أعمال أنا تمنيت أكون معاهم في أي دور. الفنان المنتج محمد الحبلي والفنان المنتج عبد المحسن العمر قدموا أعمال طفل في الفترة الأخيرة، خلينا نقول في السنتين الأخيرين، أنا ما راح أذكر أعمال طفل، حتى أنا ما راح أتكلم عن أعمال الكبار اللي قدموها. أوكي، يعني أنا ما بلا أمدح ولا أذم، أنا ما شفت، بس أنا أتكلم عن أعمال الطفل. هذيل الشخصين غيروا في مسرح الطفل، قدموا أعمال هاتفة، ديكور مبهر، مجاميع، يعني هذه المجاميع ترى تحتاج مصاريف، يعني تحتاج مادة ما فكروا فيها بالمقابل، عارفين ان هما الشيء اللي راح يتعبون، اللي تعطيه من قلب راح يرد لك من قلب، كان الحي يحييك الحي يحييك. صح. شنو شفتي انت رحتي لهم شنو شفتي؟ شفت مدينة الزنوج بالفترة الأخيرة، مستر حق عبد المحسن، منتج عبد المحسن العمر. طبعا اقدم كل التحايا وكل الشكر حق كل اللي اشتغلوا في مدينة الزنوج. حضرت مستر آر حق محمد الحملي، كل التحايا وكل التقدير حق كل اللي اشتغلوا. انا قاعد اتكلم كمنتجين، لان هو اللي يعني كان اساس الفكره كمنتج، هو قرر انه يسوي كذي. حضرت سافانا تحترق حق محمد الحملي مؤخرا، ما كانت، كانت هي طفل، هي كبار، هي اجتماعية، هي عرض مبهر، هي فكرة جديدة. هذه اللي تمنيت تشتغلي فيها؟ كل الأدوار في الثلاث مسرحيات اللي ذكرت لك إياهم أنا لو موجودة أشتغل. الحين لو جاكي عرض منهم تشتغلين وياهم؟ على الأقل راح يكون عندي ثقة. إذا أنا ما قررت إني أنا راح أشتغل، لكن في حال إني أقرر إني أشتغل تلفزيون أو مسرح، خلينا على مسرح الطفل، أنا ما قلت راح أشتغل، بس يوم اللي أقرر ممكن أنا أدق عليهم أقول لهم بشتغل، ما عندي هذه المشكلة نهائيا، لأن أبي أظهر بصورة جيدة أو صورة جميلة. اسمعي شوفي الأجواء، سمع فعلا الأجواء جميلة عن جد. وجودنا اليوم بسوق شرق مشاهدينا، يعني في أصوات يمكن عم تزعجنا، بس كمان في شيء زين وحلو بهالأجواء، يعني نشوفها وايد حلو. حتى الأجواء الحين لاحظة سماح، يعني ما شاء الله جميل. ذيك الحلقة يانا مطر، دشينا كملنا داخل، يعني عرفتي ما قدرنا نكمل برا. شوف الحين لا، يعني من يوم ليوم عم يتغير الجو، وما شاء الله عم تحلى الاجواء برا. على فكره بما ان هو حاط فرقه، بس ما عرفت الاغنيه شنو الاغنيه، فرقه الاخوه حاط. طبعا انا من عشاق اغاني فرقه الاخوه، من عشاق، يعني هذا مو عايش جو الحين، يعني بحر وراكب طراده ما يخته، والجو جميل، والاخوه هذا عايش اجواء جميله عليه بألف عافيه، عليهم بالعافيه. يعني طبعا الله يحفظه. طبعا وجه لهم تحيه اكيد اللي كانوا الحين في البحر قاعدين يشوفونا. طبعا للاسف سماح، يعني على قولتهم يعني ممتع الحديث معك، بس صراحه احنا مضطرين نطلع لفاصل صغير، ما بقي عنا وقت. فاصل صغير مشاهدينا ببرنامج المرسى، ونرجع ان شاء الله في اخر فقره معانا، خليكم ويانا وراجعين بالمرسى. جدد تحية لكم مشاهدينا ومشاهدي برنامج المرسى، وضيفتنا سماح. للأسف سماح، يعني الوقت مر بسرعة، وسعيدين جدا بهذا اللقاء رغم بعض التحفظات. شيء تقولينا بالأخير لجمهورك ولنا؟
والله صراحة أنا أول شيء أتمنى أني أنا كنت ضيف خفيف عليكم. أنا من النوع اللي أسولف وايد وأشر وايد، ويعني مو تحفظات هي، بس يعني أنا ما أحب أحد يزعل مني. الحمد لله أنا كل الوقت اللي عشته وياكم يعني ما حد زعل مني، فإن شاء الله الليل الحين ما حد يزعل مني. أتمنى دايما أقدم أي شيء يرضيكم. ووسيلة أنا وايد سعيدة صراحة باللقاء معك، كان جدا ممتع وكان مبين علي أني أنا ما شاء الله ما سكت، ويعني وكنت مرتاحة مع كل ستاف العمل. الله يعطيكم العافية، نورتينا حبيبتي، والله منور بوجودكم، وهو برنامج ناجح فيكم وبضيوفكم، وصدقيني لو ما كان برنامج مميز يعني ما راح يكون لضيوف اللي طلعوا معاكم، اكيد راح يكونون وياكم. انتوا الاصل واحنا لضيوف مثل ما يقولون. مشكورين وما قصرتوا، وانا جدا سعيده اني انا كنت معكم. بس انتوا راعيين بيت مثل ما يقولون. شكرا على تواجدك معنا. نحن متعودين بالاخير على السجل الذهبي نكتب ضيفنا يكتب شيء يقول لنا شيء بس موثق على بالسجل الذهبي. اكيد مشاهدينا للاسف وقتنا وياكم خلص. نتمنى تكونوا اكيد قضيتوا بصحبتنا يعني اوقات جميله، ويكون ان شاء الله قدمنا او وضحنا بعض النقاط. طبعا تواصلكم معنا هو بدايه نجاحنا. شكرا لتواصلكم ويانا في برنامج المرسى. تفضلي سماح. تفضلك. على الذكرى ترى الميعاد باكر تبادلني مشاعرك الدفينة، أنا وشوقي وإحساس ومشاعر وله متعب وأمال حزينة. على الذكرى ترى الميعاد بدلني مشاعرك الدفينة، أنا وشوقي وإحساس ومشاعر وله متى وأمال حزينة. على الذكرى ترى الميعاد باكر تبدلني مشاعرك الدفينة، أنا وشوقي وإحساس ومشاعر.